منذ سنوات والنائب ميشيل عون يسعى لتولي منصب رئيس الجمهورية. أجندته السياسية مليئة بالمشاريع التي تود به إلى القصر. عقد تحالفاته السياسية على هذه القاعدة لكنه لم ينجح. اليوم وبعد 14 شهراً من الفراغ الرئاسي وانسداد أي أفق لحل الأزمة، طرح التيار العوني اقتراح إجراء استطلاع شعبي لاستبيان رأي الشارع المسيحي حول اسم رئيس الجمهورية. اتفاق كان واسع لدى المسيحيين والموارنة أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون الأكثر تمثيلاً. لتحديد صفة الأكثر تمثيلاً اختلف اللبنانيين، إنما بالصيغة الطبيعية منطقة ديمقراطية أن تعودي للتمثيل الشعبي الأوسع لدى المسيحيين. المطروح إذن هو لتحديد هذه القيمة التمثيلية المسيحية للمرشح عن طريق أداة يمكن قياسها. رئيس البرلمان دعا النواب إلى 26 جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، لكن النصاب الدستوري لم يكتمل في أي منها بسبب مقاطعة نواب حزب الله والتيار الوطني الحر للجلسات. هالاستطلاع بحد ذاته لأنه مخالف للدستور ولا يمكن أن يمهد لانتخابات رئاسية، لأنه غير ملزم وما له طابع قانوني على الإطلاق. وبالإضافة إلى أنه تفسير الاستطلاع ونتائجه كمان يخضع لمقاربات متعددة، هذا شيء ربما يكون سياسيا، ربما يكون أدبيا ومعنويا، ولكن ما له أي قيمة دستورية على الإطلاق. الاستطلاع الذي أثار جدلاً واسعاً في لبنان، تقول المصادر إنه سيشمل عينة من 4600 شخص من مختلف الطوائف المسيحية، وسيطلب إليهم أن يختاروا اسماً من 4 مرشحين من القادة الموارنة لرئاسة الجمهورية. ولم يحسم بعد ما إذا كانت شركة إحصاء واحدة ستنجز هذه المهمة أو أكثر. استطلاع للرأي يقول الداعون له إنه يشكل فرصة لإنهاء الفراغ الرئاسي المستمر منذ أكثر من سنة، وتكتسب هذه الدعوة شرعيتها بحسب هؤلاء من كون المجلس الحالي ممدداً له، وهو ما يمثل بالتالي غياب دقة تمثيل الشارع. دارين حلوي، سكاي نيوز عربية، بيروت.